اغتناما للوقت محافظة عليه إن شاء الله، ندخل مباشرة في المداخلة. طبعا كما سمعتم العنوان المداخلة هي حول التدابير الشرعية لتحقيق مقصد الاستقرار الأسري، وهي تتداخل مع جملة من المداخلات التي ستلقى في هذا المنطقة. وقد سبقني الدكتور سيدعلي يعني ببعض العناصر المتضمنة في مداخلتي. المداخلة فيها انتظمت في الشكل التالي، تلت عناصر أو تلت مطالب. المطلب الأول مفاهيم وتعاريف للمصطلحات الواردة في العنوان، وهذه سأتجاوزها لأن الله أعلم فيه مداخلة تهتم وتركز حول المصطلح الأسرة وغيرها مما يشكلها من المصطلحات. المطلب الثاني يتعلق بمقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية، وهذا سأحاول أن أختصره لأنه المقاصد هي كثيرة، يعني لأن جل الباحثين الذين كتبوا في مقاصد الأسرة ذكروا الكثير من المقاصد ولم يصنفوها. وأنا مش أنا يعني أقولها نقلا عن طاهر بن عاشور رحمه الله، باستقراء الأحكام المتعلقة بالأسرة استطاع أن يجعل مقاصد الأسرة كلها في مقصدين اثنين. المقصد الأول قال ويرجع مقصد الشريعة في أحكام النكاح إلى أصلين. إحنا لما نقول مقاصد الأسرة نعني بالضرورة مقاصد النكاح، لأن النكاح هو اللبنة الأولى، هو اللبنة، هو الأساس الأول لتكوين هذه الأسرة. فيقول في أحكام النكاح في أصلين اثنين. الأصل الأول التفرقة بين النكاح الشرع المنضبط المحقق لمقصود الشارع منه وغيره من الأنكحة، وهذا فيه تحقيق لمقاصد الأسرة من الجانب العدم، من جانب العدم. فالشريعة حينما حرمت مختلف الأنكحة، الأنكحة التي كانت سائدة في الجاهلية ولازالت موجودة الآن في المجتمعات التي تعيش الإباحية، وهذا في الحديث الذي يرويه الإمام أبو داود في سننه لما قالت عائشة رضي الله تعالى عددت عددا من أنواع الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية، فذكرت منها قالت النكاح الذي تعرفونه اليوم اللي هو النكاح المنضبط. فكان موجود النكاح المنضبط إلى حد كبير في الجاهلية، وكان في نفس الوقت موجود هناك أنواع أخرى من الأنكحة. تلك الأنكحة التي حرم النكاح الذي أباحه الشريعة هو الذي يتوافق مع مقصود الشارع من الأسرة والنكاح. فكان هناك نكاح في الجاهلية يلتزمون فيه بالولي، يلتزمون فيه بالصداق غير ذلك. فجاءت الشريعة فضبطته أكثر وأحاطته بجملة من الأحكام من أجل أن يحقق ذلك النكاح مقصود الشارع من تأسيس الأسرة، وحرم تلك الأنكحة التي تهدم مقاصد الشريعة مقصود الشارع من الأسرة. هذا الأصل أو المقصد الأول. ثم المقصد الثاني، نعم المقصد الثاني تأبيده وعدم تأقيته، تأبيد الزواج وعدم تأقيته. قال لأنه هذا لا شك تأبيد الزواج وعدم تأقيته، قال هذا دافع لأن يتطلب الطرفان إلى كل ما يعين على دوامه واستقراره، بخلاف ما إذا كان هذا الزواج مبني على التأقيت وعدم التأبيد فإنه لا شك سيفضي إلى ضعف حصانة هذا ومتانة هذا الزواج. هذا ما يتعلق، أنا اختصرت فقط المقاصد، أنا ذكرت عدة مقاصد ثم فصلت فيها، ذكرت المقصد، نعم ذكرت المقصد الحفظ. يعني أنا استفدت من معظم البحوث والدراسات التي وجدت حول المقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية، أنا فجمعتها في 5 أو 4 مقاصد. أولا حفظ النوع الإنساني، ثانيا حفظ النسب،
ثالثا الحفظ الأخلاقي ومقصد التزكية. والمقصد الرابع حفظ الاجتماع الأسري وتقوية الرابطة الأسرية. سادسا حفظ الاستقرار المجتمعي، حفظ الاستقرار المجتمعي. هذه باختصار المقاصد الأسرة في الشريعة الإسلامية. العنصر الثالث اللي هو موضوع هذه المداخلة يتعلق بالتدابير الشرعية لتحقيق الاستقرار الأسري. فأنا ركزت على مقصد الاستقرار الأسري، الاستقرار. والمقصود بالاستقرار، الاستقرار لما نبحث في المعاجم اللغوية، الاستقرار معناه الاستقرار مصدر استقر، أي ثبت، هي الثبات والسكون والتمكن والاطمئنان والهدوء. الثبات يعني الإنسان يثبت على هذه الأسرة. أنت هذه الأسرة دخلت إليها بحب ورغبة ورضا وإقبال، ينبغي أن تثبت على هذا. لماذا تريد يعني أن تغير وتبدل؟ فتلاحظوا بأن المعنى اللغوي هذا الاستقرار هو موجود في المعنى، مش مقصود في المعنى الشرعي. فالشريعة حينما رغبت وحرضت على الزواج إنما قصدت بذلك أن يبقى هذا الزواج على سبيل التأبيد والتأبيد وعدم التأقيد. كي نتكلم على الاستقرار نتكلم على السكن، السكون النفسي للطرفين. السكن في القرآن على قسمين أو على معنيين، وهذان المعنيان مطلوبان. هذان المعنيان مطلوبان. المعنى الأول السكن المادي، ولا شك أن السكن عامل من عوامل استقرار الأسرة، وهذا ورد في قوله تعالى، خلاص الوقت، هذا ورد في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. يتكلم عن السكن المادي. ثم تكلم عن السكن المعنوي، أشارت الآيات إلى السكن المعنوي، لا شك أن هذا السكن المعنوي هو الأهم، هو الذي يدفع إلى تأبيد هذه الأسرة والمحافظة عليها واستقرارها. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك نزل بشت. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، وهذه اللام لام التعليل. قال ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلقكم من نفس واحدة. شوف الله عز وجل يذكر الزوجين بأنهما من نفس واحدة، ولا شك أنه حينما يتذكر كل طرف بأنهم من نفس واحدة يعني هذا أدعى إلى تحصيل المودة والتآلف والبعد عن الشقاق والتنافر. 3 دقائق ما شاء الله. خلاص الآن اختصر لكم يعني ما أوردته فيما يتعلق بالتدابير الشرعية لتحقيق الاستقرار النفسي. قلت أولا التدابير التي تسبق تكوين الأسرة، أولا استحضار نية التعبد، مهم جدا. لما تحول المباحات إلى طاعات، ستجلب عون الله وتوفيقه وستجلب محبة الله. فإذا أحبك الله رب حبب إليك الناس. 2 حسن الاختيار. 3 النظر إلى الزواج على أنه ميثاق غليظ. كي نقولوا ميثاق غليظ ماهوش فقط ميثاق، ماهوش عقد فقط، وإنما هو ميثاق غليظ. حينما يقبل الطرفان على هذا العقد على أنه ميثاق مؤكد وغليظ، هذا يجعله لا يستهين بهذا العقد. إذن قلنا أولا التدابير تسبق تكوين الأسرة، ثانيا التدابير المصاحبة لتكوين الأسرة. فأركان الزواج التي بها ينشأ عقد الزواج تتضمن مقاصد ومصالح تستهدف الحفاظ على ديمومة الأسرة واستقرارها. 3 التدابير الشرعية بعد الزواج، بعد تكوين الأسرة. أداء الحقوق الزوجية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. 2 حسن المعاشرة، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. 4 التدابير الشرعية لعلاج مفسدات الاستقرار الأسري.
الشريعة جاءت بعدد كبير من الأحكام والتفصيلات المتعلقة بالطلاق أكثر من الزواج، لأن الطلاق هدم فيحتاج إلى عناية أكثر من الزواج. ولذلك نجد القرآن الكريم قد اهتم بأحكام الأسرة، بأحكام عفوا الطلاق، كما اهتم بالأحكام التفصيلية المتعلقة بالطلاق، كما اهتم بالأحكام التفصيلية المتعلقة بالزواج. شكرا.